مساء الأنوار على حضراتكم، حلقة جديدة من برنامج صحتك في لقمتك مع دكتورة شيرين زكي. النهاردة هنتكلم عن حاجة اتكلمنا فيها قبل كده، لكن للأسف ناس كتير جدا لسه متلخبطة ولسه بتسألني أعرف إزاي يا دكتورة أنواع الجبن المختلفة. أنا هنا بتكلم عن الجبنة البيضة المعلبة اللي بنجيبها، أعرف منين يا دكتورة إن الجبنة دي طبيعية ولا بزيوت نباتية؟ طبعا لحد فترة بسيطة فاتت الناس ما كانتش عارفة يعني إيه جبنة نباتية أو جبنة نباتية الدهن. ده كانوا فاكرين كمان ان كلمة جبن نباتي دي يعني تحتوي على نباتات، يعني اعشاب، يعني الفايدة فيها الله اكبر زي الفل، وكانت الناس بتقبل عليها وتشتريها نظرا لان سعرها قليل، وكمان بالنباتات وبالاعشاب ده يعني انا واخد الفايدة دوبل. فانا النهاردة موجودة علشان اوضح لحضراتكم الفرق بين الجبنة الطبيعية والجبنة نباتية الدهن. في البداية ازاي اقدر افرق ما بينهم؟ عايزة أقول لحضراتكم أن أنا عندي نوعين من الجبنة، نوع محضر من اللبن الطبيعي أو مضاف لي قشطة أو زبدة طبيعية، يعني بيكون عبارة عن لبن منفحة سواء بقى ميكروبية أو بكتيرية، الاتنين عادي. المنفحة دي يا جماعة اللي هي بتبقى موجودة في معدة العجول الصغيرة، بحيث أنه هو لما بياخد اللبن بتاعه من الأم بتتحول هذه الرضعة أو هذا اللبن إلى بتتخثر وتبقى كتلة بروتينية عن طريق المنفحة، بيحصل التجبن ده داخل معدة العجول الرضيعة. فبالتالي الناس اللي بتحب تعمل الجبنة في بيتها، وان شاء الله نطلع لايف او حلقة اخصصها نتكلم فيها عن طريقة تصنيع الجبنة في البيت بالطرق الآمنة وبلبن مغلي او لبن مبستر، عشان في ناس للأسف ما بتستخدمش اللبن المغلي او اللبن المبستر، بيقولوا لي اصل هو ما بيمسكش معانا يا دكتورة. طبعا ده كلام في منتهى الخطورة، لا يمكن استخدم لبن او حليب طبيعي اعمل منه زبادي او اعمل منه جبنة باي شكل بقى من اشكال الجبنة، سواء بقى الجبنة القريش او الانواع الجبن الاخرى اللي بستخدم فيها المنفحة او بستخدم فيها بادئ زي علبة زبادي بستخدمها، لا يمكن استخدم هذا اللبن بدون مغليه قولا واحدا، لان انا كده كاني باخد الميكروبات والجراثيم المركزه اللي فيه بحولها الى جبنه. فالكلام ده لازم نبقى فاهمينه وان شاء الله نطلع نتكلم عنه. نرجع تاني لانواع الجبنه، قلنا جبنه طبيعيه وجبنه نباتيه الدهن. الجبنه الطبيعيه بتكون من اللبن الطبيعي مضاف ليها قشطه او زبده طبيعيه. في نوع تاني اللي هو النوع نباتي الدهن، ده بيتم الاستعاضة فيه، يعني بيتم نزع الدهون بتاعت اللبن علشان خاطر أقلل التكلفة بتاعت اللبن، لأن اللي بيعمل هذه الطريقة بيستخدم الدهون بتاعت اللبن في صناعات أخرى أو بيبيعها بقى بشكل آخر، فعشان يقلل التكلفة بينزع الدهون بتاعت اللبن، الدهون الطبيعية اللي موجودة في اللبن، ويتم الاستعاضة عنها بزيوت نباتية سواء بقى زيوت نباتية مهدرجة أو غير مهدرجة، فضررها على المدى الطويل واحد وهنتكلم عنه، لأن في الغالب بيتم استخدام زيت النخيل في هذه الأنواع من الجبن، ودي الجبنة اللي بنسميها الجبنة نباتية الدهن. بعض الشركات بتنتج لي النوعين، بتنتج لي الجبنة الطبيعية وبتنتج لي الجبنة النباتية. طب إيه الهدف يا دكتورة؟ دي بتتباع بسعر ودي بتتباع بسعر، دي ليها سوقها والأماكن اللي بتتباع فيها، لأن سعرها بيكون عالي 3 أو 4 أضعاف الجبنة اللي هي نباتية الدهن، ودي بتتباع في مناطق أخرى سواء بقى مناطق شعبية أو مش شعبية. قدام حضرتك نوعين الجبنة، سيادتك بتروح السوبر ماركت تمسك جبنة أهي، هو نفس النوع، نوع كذا ونوع كذا، ليه نفس الشركة، بتلاقي دي مثلا العبوة اللي قد كده ب 35 جنيه والتانية اللي زيها نفس العبوة ونفس الشكل ب 7 جنيه ونص. لا، ما كلها جبنة، هاتي يا أم أحمد أم 7 جنيه ونص، هتلنا منها 3 4 علب بدل ما بنجيب علبة واحدة بالسعر ده. ولا تدرك حضرتك إن فرق السعر ده لازم يكون له مردود في نوع المكون اللي داخل في هذه الجبنة. أم 35 جنيه دي لبن طبيعي، التانية دي محطوط فيها أو مستخدم ليها الزيت النباتي خاصة زيت النخيل عشان يقللوا التكلفة عشان يقدر يبيعها لك. ما هي الشركات مش عبيطة، يعني مش هتنافس نفسها في منتجها، هو عشان يبيعها لك بالسبعة جنيه ونص دول اللي على قد قدرتك المالية لازم يكون شايل منها حاجات وضايف فيها حاجات أخرى تقلل تكلفتها. طيب ايه بقى الفرق ما بينهم يا ست الدكتورة من غير رغي كتير كده فهميني؟ الأضرار الخاصة بالجبن النباتي الدهن
سببين رئيسيين. السبب الأول إن بيتم إضافة مستحلبات ليها مخاطر صحية محتملة، يعني بعض الأطباء قالوا إن المستحلبات اللي بتستخدم للجبن نباتي الدهن ليها أضرار، زي مادة فوسفات الصوديوم بيبقى لها أضرار على الكلى على طول الاستخدام، بستخدمها مثلا لمدة طويلة جدا وبشكل مكثف، فممكن مع طول الاستخدام تؤدي إلى تلف أو أضرار في الكلى لبعض الأشخاص، خاصة الأشخاص اللي عندهم مشاكل في الجهاز البولي أو في الكلى عموما. كما توجد مستحلبات أخرى زي فوسفات البوتاسيوم، وده بيؤدي إلى بعض أنواع الحساسية والإسهال برضو لبعض الأشخاص، وبطول وكثرة الاستخدام وفرة الاستهلاك. الضرر الثاني من الجبن نباتي الدهن هو احتوائه على كمية عالية من الدهون، طبعا الدهون الضارة بالجسم أو اللي ليها على اللونج ران أو على المدى الطويل أضرار على خاصة الجهاز الدوري، القلب والشرايين، فبالتالي قد تؤدي لي إلى تصلب في الشرايين، ارتفاع نسبة الكوليسترول، بعض الجراثيم، بعض المشاكل في ضغط الدم. فده الضرر التاني اللي هو السببين الرئيسيين اللي احنا بنقول بلاش نستخدم الجبن نباتي الدهن بشكل طويل وعلى اللونج ران، يعني بشكل يومي مكثف. ده في ناس يا جماعة بتجيب علبة الجبنة تخلصها بالمعلقة، لازم نبقى عارفين احنا بناكل ايه، لازم نبقى عارفين جسمنا بيدخل فيه ايه. عايز اقول لحضراتكم ان اكيد هتسالوني، طب انا دخلت السوبر ماركت اهو ولقيت نوعين الجبنه يا اختي اللي بتقولي عليهم، اعرف منين ان دي نباتيه واعرف منين ان دي طبيعيه؟ قلنا هتمسك العبوه بتاعت الجبنه تقرا عليها من على وشها كده، هتلاقي مكتوب جبنه طبيعي 100%، بيحطها لك كده في بادج، او يقول لك خالي من الزيوت النباتيه، او يقول لك لا يحتوي على زيوت نباتيه. طب لو ده كله مش مكتوب، بسيطه، هتقلب العلبة على ظهرها اهو، يعني هنا على الوش بيبقى مكتوب لي الجبنة دي، بيتفاخر بقى يقولك طبيعي 100%، وممكن تلاقي اصلا على العبوات بتاعت الجبن نباتي الدهن مكتوب طبيعي 100% او طبيعي جبن طبيعي، وتلاقي في الظهر مكتوب المكونات بتاعتها نلاقي فيها زيت نخيل، فتبقى عارف حضرتك ان اللي مكتوب بقى في وش العبوة ده عكس، لان طالما تحتوي على زيت النخيل يبقى حضرتك ضايف لي زيوت نباتية، فبالتالي ما هياش جبنة طبيعية 100%. طب الجبن النباتي الدهن بقى اقدر اعرفه ازاي؟ بيبقى مكتوب على واجهة العبوة جبن نباتي او جبن نباتي، خلوا بالكم معايا، جبن نباتي او جبن نباتي الدهن او جبن معدل بالزيت النباتي او جبن محضر بالزيت النباتي. في أوروبا والدول المتقدمة، طبعا أنا بهزر، ده في الخليج خاصة في السعودية، هيئة الغذاء والدواء السعودية ألزمت التجار والمصنعين اللي بيستخدموا الزيت النباتي في أي نوع من أنواع المنتجات الألبان، قشطة بقى، جبنة لبنة، زبادي، مش عارف إيه، إنه يكتب شبيه، يعني ما تكتبليش جبنة يا حلو، اكتبلي شبيه جبن، شبيه قشطة، شبيه زبادي. ليه بقى؟ عشان حضرتك كمستهلك بدل ما تقعد تتلخبط وتقعد الدكتورة شيرين تقدح في قلبها كده وتقعد تفهمك، اول ما هتلاقي كلمة شبيه هتعرف ان دي حاجة شبه الجبنة، ما هياش جبنة 100%، لان الجبنة 100% لازم تكون من لبن طبيعي، انما اللي مضاف ليها زيوت نباتية لازم يبقى موجود في مكوناتها زيت نباتي، ولازم يكتب في المكونات، وما تقعدش حضرتك تحتاس بقى وش العبوة مكتوب فيه ايه وظهر العبوة مكتوب فيه ايه، كلمة شبيه لوحدها كافية انها تعرفك ان في زيوت نباتية مضافة. واتمنى ان الهيئة القومية لسلامة الغذاء بتاعتنا يا رب تتحرك وتلزم المصانع التي تنتج هذه الانواع من منتجات الالبان انها تكتب لي كلمة شبيه. لو ده كله مش مكتوب على واجهة العبوة، قلنا هتقلب ظهر العبوة وتلاقي كلمة الزيت النباتي او زيت النخيل بتاخدك بالاحضان، واحيانا ما بتتكتبش بالعربي، بتتكتب لي بالانجلش، بتتكتب لي بالانجلش علشان خاطر الناس ما تبقاش مثلا ايه مركزة قوي في المكونات بالانجليزي وتبقى بص على المكونات العربي، هتلاقي كلمة بالم اويل مكتوبة، فتعرف حضرتك ان فيها زيت نخيل. طبعا دي كلها انواع من التغطية على وعي المستهلك في ان انا احاول اتلاعب معاه، معرفوش بشكل مباشر ان الجبنة دي نباتية الدهن. طبعا من السعر لازم هنعرف الفرق، لان دي
ثلاث أضعاف سعر دي، وده شيء طبيعي. أنا بستخدم اللبن بخيره زي ما هو بكل مكوناته الغذائية بدون نزع أي حاجة منه. عايز أقول لحضراتكم إن الأضرار بتبقى على المدى الطويل، يعني مش هناكل مثلا علبة النهاردة وأقطع شهر وأقول هيجي لي ضرر، لا، الأضرار بتبقى على المدى الطويل إن أنا بستخدم العبوات دي يوميا بشكل مكثف. بقول لحضراتكم في ناس بتاكلها بالمعلقة، بعض العبوات اللي بيكون مكتوب عليها لبن فرز، اللبن الفرز هو اللبن الخالي الدسم اللي هو منزوع الدهن برضو، وبعض العبوات بيكتب عليها لبن بودرة. الألبان البودرة أغلبها بيحتوي على الزيوت النباتية، ودي طريقة أخرى برضو للتلاعب، ممكن ما يكونش المستهلك عارفها، لكن أبقى فاهم إن في نوع من أنواع الزيوت النباتية داخل في تركيب هذه الأنواع من الأجبان واستخدمها. أنا ما بقولكش هذا سم قاتل إلى أحمد النحاس القاتل في دير برنامج صحتك في لقمتك، لا تستخدم يا فندم، استخدمه لكن قنن استهلاكك، لأن عندي مواد غذائية أخرى موجود فيها الزيوت النباتية وزيت النخيل، فعلشان ما ضرش جسمي إن أنا استخدم معدلات وتركيزات عالية من هذه الزيوت النباتية، لازم أبقى عارف إن أنا أنوع الغذاء بتاعي. مش كل يوم لازم أقدم لابني جبنة نباتية الدهن، ممكن أعمل له بيضة مسلوقة، شوية فول أدمسهم في البيت. نوعي يا ست الكل حفاظا على صحة أولادك وصحة أسرتك، وحاولي أغلب أنواع أكلك تعمليها في بيتك بطرق آمنة بدون أي إضافات تؤذي صحتنا. وهنلتقي مجددا إن شاء الله مع دكتورة شيرين زكي وصحتك في لقمتك.